زيارة مهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية جاءت لتؤكد على التحالف الاستراتيجي الممتد بين واشنطن والرياض. ووقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرؤية الاستراتيجية المشتركة، وتنص هذه الرؤية على تشكيل مجموعة استراتيجية تشاورية مشتركة تلتقي سنويا لرسم مسار هذه الشراكة وإطلاق مبادرات لمكافحة خطاب التطرف وتعطيل تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الدفاعي، فضلا عن تشكيل هيكل أمني إقليمي موحد وقوي. وتنص أيضا الرؤية على دعوة كل الحكومات الراغبة في السلام للبناء على جهود الرياض وواشنطن.